شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أهالي سيناء الحبيبة بالاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء، وهو خط الفردان بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كيلومتر. وتم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل القطار واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة حديد الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابة بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي العريش طابة، والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية الرئيس السيسي لأهالي سيناء الحبيبة. النهاردة نقدر نقول لأي مستثمر ندخل اتفضل، نقدر نقول للمصريين اللي موجودين في الوادي والدلتا أهلا وسهلا تعالوا اتفضلوا. كل وسائل المواصلات عبر ست أنفاق أسفل قناة السويس أقامتها الدولة المصرية بتوجيه من رئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كنا الكلام ده متخطط من 2014، منذ تولي سياده الرئيس في 30/6/2014 كل الكلام اللي انتم بتشهدوه تشوفوه ده كان مخطط من 14. عملنا الانفاق، عملنا الطرق، كل مظاهر التنميه الاخرى من مستشفيات لجامعات لمدارس لطرق لزراعه، كل الكلام ده اختتمت باهم حاجه بقى تربط كل الكلام ده وهو قطار التنميه.